FM. الكلمة ليك. مازلت تحت الحراسة الأمنية؟ مازلت تحت الحراسة الأمنية؟ هو أهم من كل شيء هو تحت الحراسة الإلهية. ليه واضح هذيك سي بريزومي. نحكي تعودت على الحراسة الأمنية اليوم بعد تهديدات بالاغتيال نتاعك؟ تعودت الحق مع المؤسسة الأمنية وقائمة بالواجب. ما حبيتش في عديد المرات السابقة ما حبيتش قلقهم. طلبوا مني وضع مع الحراسة الأمنية لأني رفضت مع في أوقات سابقة. اليوم بعد ما علموني الأسبوع الفارط بالتهديدات الجدية جديت التهديدات وطلبوا مني الاستجابة مع الطلب كونه وضع حراسة أمنية وقبلت. وأنا اليوم على ذمة مصالح وزارة الداخلية وأنا كيفي كما أي مواطن تونسي. كنا كل تونسي اليوم مهدد بآفة الإرهاب، لكن اللي يهمنا كونه لأنه الناس هذه تعرف شكون تغتال. الغاية من الاغتيالات هي وسيلة الاغتيالات، هي زعزعة النظام العام. لأنه تكون شخصيات إعلامية ولا شخصيات سياسية معروفة ولا تنتمي لمؤسسة من مؤسسات الدولة اليوم، كونه هي الغاية من الاغتيالات السياسية هو زعزعة الأمن العام. وذلك علاش معناتها الوزارة الداخلية تتعامل مع بكل جدية مع الوضعية هذه. وإحنا في كل حال دمنا مش أغلى من دم التوانسة. واضح معنوياتك مرتفعة اليوم والجلاد أمورك مريقلة، فما ثقة في النفس. خذيت الأمر معناتها كما هو. أكيد احنا مؤمنين بالقضاء والقدر، مؤمنين باللي يقدروا ربي، متمسكين عنا قضايا ندافع عليها، عندي مبادئ ندافع عليهم. مش بيخوفني حتى تهديد، أنا ما جانيش تهديد مباشر، لكن حتى ولو دمي ما هوش أغلى من دم التوانسة ومن دم الناس اللي ضحات في البلاد هذه. مهما كلفني، حتى كان كلفني دمي وحياتي، بلادي فوق الناس كل وقناعاتي وضربوا بلادي وذاك شعاري. من يهدد وليد جلاد؟ حكيت على الإرهاب، هذيك هي الجهة معناتها اللي تهدد فيك، ولا جهة أخرى تهدد وليد جلاد اليوم بإسكاته؟ باش يقولوا لك يبعثوا لك رسالة يقولوا لك اسكت سي وليد، اصمت سي وليد، راهو الشيء اللي تقول فيه نجم يزعزع ولا يوتر بعض الجهات. دونك بلغتنا الدرجة أركح. لا هني قلت لك الاغتيالات السياسية هدفها زعزعة الأمن العام والنظام العام، وفي عديد المناسبات ممكن الإطاحة بالحكومات وإطاحة بالأنظمة. وهذم عن العدو رقم واحد اليوم في تونس هو الإرهاب والإرهابيين. الكلمة ليك.